السكر احنا اتكلمنا ان العالم بيمر بموجة تضخمية كبرى تؤدي الى ارتفاع الاسعار في كثير من السلع، ارتفاع الشحن، في ارتفاعات كثيرة جدا بعد، لانه حكينا الحكاية دي قبل كده، بعد اغلاق الكورونا وعودة الانفتاح والعمل مرة اخرى، زيادة الطلب عن العرض، وبالتالي احنا عندنا زيادة في اسعار حاجات كتيرة. ناقشنا زيادة اسعار البيض والدواجن، والدولة بتضخ بينما نحن نتحدث الان في كثير من المجمعات الاستهلاكية البيض من الانتاج وزارة الزراعة وفي مجمعات وزارة الداخلية أيضا، علشان بأسعار أقل من أسعار السوق، ده جزء وهنبقى نتابعه. لكن أيضا من السلع التي ارتفع ثمنها وهي سلعة رئيسية هي السكر. السكر بيشهد قفزات كبيرة، بنتكلم على 46% زيادة في طن السكر خلال الثلاث أشهر الأخيرة، والسعر خلاص ابتدى يصل، يعني لو بنتكلم كده سعر المصنع الكيلو للمسالك من 12 ل 15 جنيه، واحنا وصلنا تقريبا ل 11000 جنيه للطن. فده كلام مهم، كيف نواجه هذه الزيادة؟ اولا عشان بس نطمن الناس، سكر التموين زي ما هو، سكر التموين لن يتأثر بهذه الزيادة لأنه على في ثباته، الدولة ملتزمة بثبات سكر التموين عند 8.5 جنيه، لن يتأثر. بعض الصناعات الغذائية أيضا لن تتأثر لأنها في هناك اتفاقية مع وزارة التموين على أنها تاخد سعر الطن بسعر ثابت، سعر 8500 جنيه، وده كلام اتفاقية من شهرين. فاحنا بنقول ان في حاجات أساسية لن تزداد، السكر في المجمعات الاستهلاكية وسكر التموين، وعندنا احتياطي يكفي 5 شهور ونص من السكر. طيب ماذا سيحدث بالنسبة للقطاع الخاص، بالنسبة لصناعات غذائية كثيرة؟ ماذا سيحدث؟ معي على الهاتف أستاذ محمد فوزي، رئيس شعبة السكر والسكر والحلويات بغرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات، والدكتور أحمد أبو اليزيد، رئيس شركة الدلتا للسكر التابعة لوزارة التموين. يعني هبدأ بالدكتور أحمد أبو اليزيد، رئيس شركة الدلتا للسكر. دكتور أبو اليزيد، يعني أولا مصر بتنتج قد إيه سكر، وكم استهلاكنا، وقد إيه بيتم استيراده من الخارج؟ مساء الخير على حضرتك يا فندم وعلى السادة المشاهدين. حضرتك، مصر بتنتج سنويا ما يقرب من 2,850,000 طن سكر. مصر حضرتك حاليا بنقضي 90% اكتفاء ذاتي من السكر. احنا بنستهلك سنويا ما يقارب من 3.3 مليون طن سكر، بننتج منهم زي ما قلت لحضرتك حوالي 2,850,000 طن سكر. حضرتك، احنا عندنا السكر في مصر هذا العام يمكن فيه رواج فيه وفي فائض فيه وما فيش فيه اي مشكله ولا اي اختناق، وفي وفره، ويمكن المواطن لمس الكلام ده في الوفره في وجوده. بالنسبه للسكر التمويني ثابت على 8.5 جنيه للكيلو معبأ للمواطن، ولو راح المواطن دلوقتي لجميع المنافذ التابعه لوزاره التموين زي شركه النيل المجمعات الاستهلاكيه، الاهرام المجمعات الاستهلاكيه، الاسكندريه المجمعات الاستهلاكيه، الشركه المصريه للتجاره، هيلاقي ان سكر معبأ سعر الكيلو 8.5 جنيه حر. ايضا بالنسبه كمان السكر الصناعي، وزاره زي ما حضرتك تفضلتي، وزاره التموين للمصانع التابعه ليها اللي هي زي شركه الدقهليه وشركه الدلتا والفيوم والنجاريه، خدت جزء من السكر المنتج عندهم وخلته يبقى في مناوله الشركه القابضه للصناعات الغذائيه عشان تحافظ على توازن سعر السكر في السوق، وبتعمل اتفاقيه مع غرف الصناعات الغذائيه، اتحاد غرف الصناعات الغذائيه، بحيث المصانع اللي بتستهلك سكر ممكن تقدم على الطلبات طالما هو مصنع وهيستهلك السكر ده في التصنيع، سواء كان مربات، حلاوه، عصائر، الكلام ده، عشان نحافظ على سعر المنتج النهائي. بتقدم طلب، بتتعاون مع غرفه الصناعات الغذائيه وبتطلب الكميه اللي هي عاوزاها من خلال الشركه القابضه، وبتاخده بسعر 8500 جنيه للطن. في نفس الوقت احنا شفنا بالنسبه للسكر، على الرغم من ارتفاع البورصه العالميه للسكر، البورصه العالميه للسكر دلوقتي تخطى سعر الطن 520 جنيه
لطن سكر ابيض عبال ما يتشحن، واسعار الشحن اللي ارتفعت والكلام ده عبال ما يوصل مصر ممكن سعره المفروض يتخطى ال 11,000 جنيه. وعلى الرغم من ذلك الدوله محافظه على توازنه، ان السكر التجميلي ثابت عند ال 8.5، والصناعي برضه سعره يبقى في متناول سعر اقتصادي. طيب انا بس هقف هنا، هقف هنا واسال حضرتك سؤالين. طيب 8.5 ده السكر فيه اولا قول لي ايه اسباب ارتفاع سعر السكر؟ اولا نرجع للسؤال الاولاني، هل هي الاسعار التضخم في الاسعار العالميه، ولا في تخزين، ولا مولد النبي واستخدام السكر في الحلويات؟ ايه اسباب ارتفاع اسعار السكر؟ كويس حضرتك، بالنسبه لارتفاع الاسعار هو على مستوى العالم كله حضرتك حدث هناك ارتفاع في كل ما له علاقه بالطاقه. احنا شفنا حضرتك الارتفاع الفجائي اللي حصل في اسعار البترول، انه لاول مره يتخطى البرميل البترول فوق ال 80 دولار البترول خام، وكل ما له علاقه بالطاقه سواء كان بترول سواء كان غاز سواء كان فحم، الاسعار يا فندم شبه تضاعفت. والسكر هو طاقه ايضا، وبالتالي اسعاره مرتفعه، وكل السلع الاستراتيجيه على مستوى العالم هذا العام تراوح سعرها ما بين 30 ل 40%. اللي نفع زياده زاد سعرها ما بين 30 ل 40%. ايوه على مستوى العالم يا فندم. تمام. اللي نفع مصر ان كان في خطوات استباقيه مخزون استراتيجي. ايوه هذه الخطوات الاستباقيه كان بتوجيهات من سياده الرئيس، وقامت بالخطه دي وزاره التموين انها عملت مخزون استراتيجي عالي لكل السلع الاستراتيجيه. طيب